اهلا وسهلا بكم بمحاضره جديده بالتعاون مع شركه اكوتي. ومحاضرتنا اليوم من المفروض انها تكون عن الاخطاء الاكثر شيوعا ما بين المتداولين في الاسواق، اللي هي يعني الاخطاء اللي بنوع فيها كمتداولين بشكل يومي. بالاضافه الى ذلك راح نضيف كمان بعض استراتيجيه تداول بسيطه نوعا ما على المدى القصير ممكن الاستفاده منها بالتداول بشكل يومي. شخصيا دائما بنحب نحكي عن اكثر من شيء، اللي هو التداول على المدى القصير والمدى المتوسط اكثر من المدى القصير. المضاربه بالنسبه لدينا هي نوعا ما ممارسه اكثر من هي بالنهايه خبره، لكن بشكل عام بدايه راح نحكي عن الاخطاء. والاخطاء راح تكون هي كل الاخطاء اللي بنوقع فيها كل يوم، سواء انا سواء انت ورائد، الكل بوقع في اخطاء، لكن هي الاخطاء الاكثر شيوعا. لكن المشكله تكمن في تطبيق القوانين، واذا كان في امكانيه لتطبيق قوانين كان الجميع وصل في مرحله من المراحل لنوع من الايجابيه في الاسواق بشكل كثير كبير. لكن خلينا نبلش اول شيء في اول خطا، وهو خطا شائع بين الجميع. سؤال استاذ اياد تعرفنا، اسف انا نور الدين الحموري بشتغل مع بسكاي نيوز عربيه، وبالتعاون مع شركه اكوتي عم نعمل المحاضرات هاي بشكل اسبوعي. راح يكون لنا جدول ان شاء الله على مدار شهر. اوكي، فنرجع مره ثانيه. الاول الاخطاء الاكثر شيوعا، يعني كثير بتسمعوا من الناس او كثير بتسمعوا محللين، يمكن محللين او متداولين بشكل عام، مع احترام للجميع بالتاكيد، يعني هذا اول شيء. كثير بنسمع دائما انه تحليل الفوليوم، او اللي هو تحليل زخم التداولات، وهذه واحده من الامور اللي يجب على الجميع الانتباه اليها، خصوصا المتداولين الذين يتداولون باستخدام MT4 او اللي هو برنامج التداول المتواجد امامكم. والخطأ الشائع بين الغالبيه العظمى، خلينا نقول، هو في المؤشر الذي في أسفل الصورة. المؤشر هذا معروف بـ MT4، خلينا نسكره ونرجع نفتحه مرة ثانية. معروف إنه متواجد في Insert Indicator Volumes بعدين Volume. الخطأ الشائع بين الكل إنه في بعض المتداولين، بعض المحللين يستخدمون الفوليوم في تحديد الاتجاه، او يستخدمون الفوليوم في تحديد تحركات الاسواق، او انها للدخول والخروج من الاسواق بشكل عام تحليل. لكن الخطا الشائع انه هذا المؤشر غير صحيح بتاتا. هو متواجد على منصات التداول بالكامل، لكن تختلف هنا الفكره في شيء واحد ومهم. المشكلة تكمن في أنه الفوليوم في العادة، زخم التداول أو اللي هو كمية حجم التداول الذي يتم تنفيذه في اليوم، أنت بتشوفه هون. لكن الفوليوم اللي موجود على كل منصات الـ MT4 دون استثناء، وهذا هون المهم، الفوليوم المتواجد هو الفوليوم أو زخم التداول أو عدد العمليات التي تم تنفيذها في شركة الوساطة فقط، ليس في شركات أو ليس في السوق بشكل عام، بمعنى سوق العملات بشكل عام. بداية لا يمكن حصر حجم الفوليوم سواء على مستوى الساعة أو على مستوى الأربع ساعات بالنسبة لأسواق العملات، يتم حسابه دائما كل تقريبا شهر. أوكي، ومتوسطه يتم من خلال جمع معلومات من قبل البنوك، دراسات بتم عنها. لكن هذا أهم خطأ يتم الوقوع فيه. راح أورجيكم رسم ثاني من شركة وساطة ثانية. طبعا بالنهاية في شيء أيضا كثير مهم، هذا لا يعيب شركات الوساطة بكل الأحوال، لا يعيب شركات الوساطة بإنها الفوليوم، لأن الفوليوم هذا مؤشر متواجد. لما يكون انت بتشتغل على اسواق الاسهم عن طريق MT4، بيكون الفوليوم مختلف، لانه بيجي الفوليوم ساعتها من خلال او من داخل السوق، سواء كان امريكي او غيره.
لكن خليني أورجيكم رسم ثاني واللي هو لنفس العملة لكن من شركة وساطة ثانية، أورجيكم قديش الاختلاف بيكون، قديش الاختلاف واضح. تمام، خلينا أعمل هذا الرسم سريع. أندوك شارت أنضح ثواني. أوكي، الرسم المتواجد أمامكم هو نفس الرسم، أو خلينا ضيق شوي بس نعمل شيء سريع. عشان نبين بس الخطأ وين بيكون متواجد بدون ما نبين الشركة. أو الرسمين نفس الرسمين، لا تختلف في أي شيء إن كان من ناحية الشمال اليابانية على الأقل، هون على مستوى الساعة وهون على مستوى عفوا 4 ساعات وأربع ساعات. تمام، لكن اتفرج على الرسم اللي تحت، 4 ساعات وأربع ساعات، لكن الفوليوم يختلف كليا، الفوليوم يختلف كليا. في هذه الساعة، في هذه الساعة اللي نحن فيها على الدولارين حاليا، الفوليوم هون متواجد 422، لكن الفوليوم هون عند اكويتي 28335 ولا زال في ازدياد. هذا الرقم اللي هون موجود هو لا يمثل اي شيء سوى يمثل شركة الوساطة كم عملية تم تنفيذها في كل شركة، لذلك لا يمكن الحديث عن انه هو مؤشر من الممكن من خلاله ان يتم توقع حركة الاسواق الا فيما لو كنت نعمل على اسعار، أو إنه كنا نعمل على أسواق الأسهم. أسواق الأسهم التي تختلف في الموضوع، إنه أسواق الأسهم لنفرض شركة أبل بتروح على أي منصة بتشتغل فيه بالذات في بأسواق الأسهم الأمريكية، راح تلاقي الفوليوم وين ما رحت راح تلاقيه نفس الفوليوم، سواء إن كان على في أكوتي، إن كان في شركات وساطة تانية، إن كان على مواقع ياهو فاينانس أو جوجل فاينانس أو CNBC، كل المواقع راح يكون الفوليوم نفسه. ليش؟ لأنه يتم تنفيذ العمليات من خلال الإكسشينج نفسه، أو من خلال السوق ذات نفسه، سواء ناسداك، نيويورك ستوك إكسشينج، داكس وغيره. هذه واحدة من أهم الأمور، إنه مؤشر الفوليوم المتواجد في MT4 هو لا يعني شيء للمتداول أو للمحلل. واضحة هذه الفكرة بداية؟ منصة تريدينج فيو، نعم ينطبق على نفس منصة تريدينج فيو، لأنه منصة تريدينج فيو هي ماخذة المعلومات من قبل، أيضا بنفس الوقت ماخذة المعلومات من قبل. إذا بتتفرج دائما على الرسم لما بتاخذ التريدينج فيو، بتتفرج دائما فوق مثلا الاسترليني جنبه بيكون مكتوب اسم الـ الشركة اللي ماخذين منها الفيد، فهي بالنهاية ماخذة أيضا المعلومات من شركة الوساطة. فهذه واحدة من أهم الأمور اللي بنوع فيها كمتداولين، او يعني هذا خطأ شائع في الاسواق بشكل عام. تمام، اتمنى يكون هذا الموضوع واضح جدا. الشيء الثاني بالنسبه للشموع اليابانيه، وفي شيء ايضا مهم جدا لما بنكون نتحرك او بنحكي في السوق، سواء تداولات اليوم او في اي يوم للتداول، دائما بنسمع كلمه اختراق وكلمه كسر. كلمة الاختراق بنسمعها لما بكون في عنا ارتفاع في عملة ما أو سلعة ما، أو بغض النظر شو مكان أي شيء بالأفكس أو حتى في أسواق الأسهم نفس الشيء، إنه المؤشر العام اخترق مستوى الفلاني أو المستوى العام كسر. لما نقول كسر معناته كسر نازل على نزول، لما نقول اختراق بكون عرفه. لكن السؤال يكمن هنا، الحديث لما نقول انه في عندنا اختراق نحو الاعلى، يجب ان يكون الاختراق يتم الحديث عنه مش بمجرد انه يكون عندنا، يعني مش بمجرد انه والله اليوم كان في عندنا الهاي، فرضا الهاي تبع الاسبوع الماضي او الشهر الماضي بالنسبه للدولار ين كان حوالي 110.62. الاختراق لا يكون عندما نشهد والله هاي جديد فوق 62، يعني فوق 66 عفوا. اليوم شفنا حوالي تقريبا الهاي كان عندنا 68، هذا لا يعتبر اختراق، هذا لا يعتبر اختراق. الاختراق يتم عندما يكون لدينا اغلاق واضح وصريح، وخصوصا ما افضله على المستوى اليومي. على المستوى المدى القصير بالنسبه للساعه والاربع ساعات هذه موضوع ثاني، لانه لازم يكون معنا مؤشرات اكثر على اساس نقدر نتاكد هو فعليا اختراق او هو كسر واضح. والخطا الاكبر
انه تحديد مستويات المقاومه والبيع، مستويات المقاومه والدعم، في هناك خطا بسيط جدا لكنه من المهم تنويهه. مستويات المقاومه والدعم يتم تحديدها ليس من قمه او من قاع، يحدد من خلال منطقه مقاومه، وهي منطقه اللي بيكون فيها ما بين البودي اللي هو جسم الشمعات زي ما احنا هون شايفين، جسم الشمعة. عفوا خلينا نفكر بس هذا لانه مش داعي نسمع كل الاصوات هاي. من قبل جسم الشمعة. جسم الشمعة بالاضافة الى الشادو، بالاضافة الى الشادو، بمعنى لحد اعلى منطقة او اعلى منطقة اعلى منطقة. هون بنقول منطقة مقاومة، مستوى مقاومة، لكن المستوى الرئيسي هو منطقة الإغلاق لجسم الشمعة كما هو موضح. المقاومة المتواجدة هون لنقول إنه في عندنا اختراق هي 110.51، لكن منطقة المقاومة بشكل عام هي ما بين 110.51 و110.66. لكن إمتى بنقول إنه عندنا اختراق؟ واحدة من تنتين، إما أن يكون لدينا إغلاق للشمعة سواء يومي، ساعة، ساعتين، أربع ساعات، فوق جسم الشمعة الماضية أو فوق جسم الشمعة أو مستوى المقاومة الماضي كما هو الحال حالياً، لسه إحنا عديلي بنشوف لآخر اليوم إذا بقدر يعمل هذا الحكي أو لا، أو اختراق وإغلاق فوق منطقة المقاومة. ففي مهم جداً أنك تستوعب ما هي منطقة المقاومة وما هي مستوى المقاومة. أوكي، هذه واحدة من الأمور. كما هو الحال الذي حصل بالنسبة للين خلال الفترة، خلال الفترة القصيرة جدا نوعا ما خلال الفترة الماضية. خلينا نشيل هذا ونشيل هذا ونشيل برضو هذا، ما فيش له داعي حاليا لأنه انتهينا منه. تمام؟ خلال الفترة الماضية لما كان الين بيرجع يطلع، خلينا نرجع نقول نفس الفكرة، جسم الشمعة وهو مستوى المقاومة ومنطقة المقاومة هي في المستويات المذكورة. تمام؟ رجعنا نزلنا من الين في تلك الفترة لتحت ورجعنا طلعنا عملنا نفس الاختبار. هنا دائما بيجينا الأسئلة المتواجدة دائما انه طيب الين اخترق مستويات ال 114.27 او الين اخترق مستويات او منطقة المقاومة 114.37، لكن نهاية اليوم شو صار؟ نهاية اليوم شو صار هون في هذا اليوم؟ ارتفعنا في بداية اليوم، نعم وصلنا إلى 114.50، ولكن في نهاية اليوم شو صار عندنا؟ أغلقنا تداولات اليوم على انخفاض، منها الين ما شاف الخير من ال 114 ضلينا نازلين لحد ال 107. فكتير دائما تيجينا أسئلة إنه يعني نشتري هون، يعني نبيع هون، يعني نبيع على بس يطلع فوق المستوى، هي طلع فوق المستوى المقاومة نشتري؟ لا، ما بنشرع على أعلى مستوى للجلسة، ولا بنشرع على اعلى مستوى من تقريبا، وهو له بيطلع قديش بنجي نفرج هون، كان له بيطلع من 14 جون لحد ما وصلنا تقريبا ل 12 جولاي، له شهر بيطلع، له شهر كامل بيطلع. فانه نشتري على لما يوصل اعلى مستوى، لا، نشتري لما يكسر مقاومه بس يطلع فوقها بفتره بسيطه بالتاكيد. فهذه واحده من الامور. على المستوى الثاني في نفس الوقت، نفس الحركة اللي شفناها هون، شفنا كسر وبعدين إعادة اختبار، رجعنا نزلنا، إعادة اختبار، رجعنا نزلنا، إعادة اختبار، رجعنا نزلنا، عم نرجع نشوف نفس الحركة حاليا، لكن هي من وين؟ من جسم الشمعة وليس من أعلى من مستوياتها أو أدنى مستوياتها. ارجع حتى شوي لورا بشكل بسيط، حتى كان على المحاضرة الماضية، هو تقريبا نفس المستويات اللي بنحكي عنها قبل، نفس المستويات التي يتم الحديث عنها قبل ذلك، ومنكمل نفس الشيء. اليوم الين حتى في شيء أيضا مهم جدا حتى في الوقت اللي صار خلال الأيام الماضية هون، وهو كان الجاب اللي صار بالنسبة للدولار ين، أغلقنا هون دون المستوى أو دون مستويات دعم مهمة، وأغلقنا حتى بجسم الشمعة دون هذه المستويات، وبنفس الوقت وصلنا حتى لمستويات 107.29، ومنها رجعنا طلعنا بالنسبة للين مرة ثانية. هون السبب طبعا كان في عندنا جاب، هذه واحدة، كان في عندنا كمان اللي هو الأثار كترينا، إيرما، كان في عندنا
لسه في عندنا كمان اعصار جديد جاي خصيفة، بيلعب دور كثير كبير. الموضوع ليس هو تقني فقط، بينما هو تقني واساسي بنفس الوقت. دمج عمليات التقنيات والاساسيات مع بعض بيلعب دور كثير كبير. تمام، اتمنى تكون قصه انه جسم الشمعه مهم جدا اكثر من انه حتى نفس مرحله الضوء. اليوم لما بنشوف الين، عندنا مبدئيا الين كسر منطقه اللي هي حوالي 110 25 منذ بدايه الجلسه، وطلعنا عنها فوق. لحد هلا يبدو انه الامور ايجابيه، لكن ما بقدر اشتري هون الين، لانه اللي بيطلع من امتى؟ من حوالي 107 لحد مستويات ال 110. واستنى، هل هو بده يكون في عندنا اختراق فوق مستويات ال 110 75، والاختراق يعني من جديد مستويات ال 107 110 75، ان يتم اغلاق يومي كامل فوق تلك المستويات؟ واضحه الامر هذا؟ وبنفس الوقت على مستوى الدعم، بمعنى نشيل كل الرسومات. هنا اول مره نزلنا على الين ورجعنا طلعنا مره ثانيه. الكل ممكن يجي يقول لي هون طيب ما هو كسرنا تحت هذا المستوى. لا، الكسر ما صار. وصلنا نزلنا من 109 39 وصلنا لحد مستوى تقريبا 108 81 50 نقطه، ومنها رجعنا طلعنا وطلعنا لوين؟ لل 115. فإذا شريت على أدنى مستوى الجلسة فقط لأنه كسر مستوى معين، لأنك شفت الرقم صار أقل مما كان هو عليه، هذا شيء ثاني. فهذه واحدة أهم الأخطاء اللي بنحكي عنهم، هذول الأخطاء. الخطأ الأخير والذي هو لا يمكن لأحد أن يتم أو لا يمكن لأحد حتى التحكم فيه، هو الخطأ النفسي، وهو الخطأ المتواجد في البوكس الذي ترونه أمامكم. أحد أهم الأخطاء هو أولاً الحجم الذي نقوم بالتداول فيه. اليوم بيكون مثلاً عندنا عملية شراء يورو، بنحط ستوب، بعدين بنزل اليورو، بنصير نغير بالستوب، إنه لا شكله لسه في معه مجال ممكن يطلع من هون، خلينا ننزل الستوب أكثر. مجرد ما حطيت الستوب ما تغيروش، لأنه المفروض فيك كمتداول، أنت حطيت الستوب اليوم، انت حطيت قديش النسبة اللي ممكن تتحملها من الخسارة. اما تصير تغير فيها راح تضلك تغير وخسارتك تزيد، وبعدين تقول لا حرام اسكر هون، حرام اخسر فيها هالقد. واضحة؟ هذه بالنسبة للفوليوم. واثنين زي ما قلنا قصة الستوب لوس. ستوب لوس طالما انحطت ما تغير. ما بتتغير ولا بأي شكل من الاشكال. اوكي؟ الا فيما لو والله السعر طلع معك ومشي معك وحبيت تحط تغير الستوب تحطه على الدخول، وارد. حبيت ترفع الستوب انه على اساس لو عكس عليك السوق يطلع على ربح بعد ما وصلت لمرحله المربح، يس ممكن، بس انك تغير وانت على خساره، ما تغير وانت على خساره. القانون الاول اللي بنستخدمه، اول قانون، شيء اسمه بالانجليزي cut your losses quickly، بمعنى وقف الخساره باسرع وقت ممكن. هذا اول قانون. هلا بالتاكيد بحكي القوانين وما فيش حد راح يطبقها، لانه الوضع النفسي هذا شيء طبيعي، بترجع للمتداول ذات نفسه. cut your losses quickly بمعنى اخلص من الخساره باسرع وقت ممكن. بس شو القانون الثاني؟ حد ممكن يقول لي القانون الثاني اذا 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 حدا بتذكر او اذا حدا كان معنا اذا المحاضره الماضيه، او اذا في حدا ممكن يعطينا قانون معين. اوكي، القانون الثاني هو أن لا تنسى القانون الأول. تمام؟ الشيء الثالث اللي هو حجم مستوى التداول تبعك، بمعنى اليوم دخلنا بالسوق ربحنا على فرض 100 دولار. ريكاردو عيد أنو بالضبط عيد أنو بارت فيه. أنو بارت فيهم؟ طيب سامعيني الصوت مرة ثانية؟ رجع الصوت؟ المفروض يكون الصوت رجع، على حسب ما مبين عندي انه المفروض يكون رجع. اوكي، رجع، ممتاز. ريكاردو من جديد، القانون الأول cut your losses quickly، بمعنى وقف الخسارة بأسرع وقت ممكن، لأنه
في فتره من الفترات راح تضلك تغير الستوب لوس وزيد الخساره، وبعدين تقول حرام اسكر الخساره، خساره صارت كثير كبيره، بستنى بلكي بلكي عوضت شوي. هذا الحكي غلط، اوكي؟ هذا بنحاول نبسطه شوي. طيب القانون الثاني، طيب هلا هون بس مرات كثير برد الترند برجع بصح، هلا هون برجع عليك، معناته لازم تحط الستوب تبعك في منطقه انت بتتخيل انه ما يوصلها. الستوب المفروض يكون تحطها في منطقه تقنيه على الاقل من الناحيه التقنيه انه ما يوصل. لكن القانون الثاني انك ما تنساش القانون الاول. القانون الثاني انك ما تنساش القانون الاول، هذه اهم شيء. اوكي، القانون الثالث وهو اهم شيء، حجم تداولاتك قدر الامكان. مش لازم يكون عندك تداولات كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، لكن الشيء الاهم ايضا هو انه اليوم فرضا دخلنا تداولات على اليورو، على فرض ربحنا 100 دولار فرضا 100 نقطه، مهمتي ثاني يوم انه ما اخسر ال 100، بحط معين مبلغ معين انه خسرت اليوم 50% مثلا او 30% من يوم امس، بمعنى انه انا اليوم ربحت 100، بكره ماكسيموم ماكسيموم اضطر اني اخسر باسوء الاحوال 30 نقطه. يمكن تقولوا الحكي بضبط بضبطش، الاسواق بتختلف ما بين 100%، بس حاول جربها، يمكن تكون صح، يمكن. بس عم بحكي لك عن خبره، ما عم بحكي لك عن ممارسه. اوكي، فهذه اهم الامور اللي حبيت اوضحها. ننتقل بشكل سريع جدا لاستراتيجيه المدى القصير جدا، وهي يعني استراتيجيه مش صعبه، لكن استراتيجيه على المدى القصير هي من الممكن القول انها جيده. تمام، المؤشرات اللي موجوده قدامكم موجوده على MT4 باستثناء مؤشر وحيد وهو اسمه مؤشر TDI Index، هو Trader Dynamic Index، موجود على الانترنت، لكن راح نبعثه لإكوتي، وإكوتي راح يبعثوه للجميع بالايميل على ما اظن رائد، اذا بتقدر تساعدنا فيكم. لكن بكل الاحوال جميع المؤشرات متواجدة على MT4 باستثناء مؤشر واحد وهو مؤشر ما يسمى بـ TDI Index، راح نحكي عنه بعدين، بس راح أشيل هدول الاثنين ما بدنا إياهم هلا نحكي عنهم. راح نشيل هدول الاثنين ما بدنا إياهم نحكي عنهم في الفترة الحديثة، لكن بداية الشموع اليابانية هي نعم شموع مهمة ونتابعها وكله، لكن أنا بالنسبة لي بتابعها على المستوى اليومي أكثر من أي شيء آخر. مستوى اليومي وما فوق، سواء مستوى يومي اسبوعي شهري وما الى ذلك. لكن على المدى القصير دائما بنشوف بيصير مرات عندنا كثير امور، بيصير في عندنا مثلا كسر كاذب او اختراق كاذب بالنسبه على المدى القصير خلال تداولات اليوم. مثلا اليوم الاسترالي، اليوم الاسترالي عملها فينا حتى، خليني اورجيكم بشكل سريع. الاسترالي عملها فينا اليوم على ما اظن بشكل يعني شبه واضح، تقريبا شبه واضح. كان في عندنا مقاومه هون مقاومه هون، اختراق كانت، شوف الشمعة قديش كانت مهمه وكانت بولش انجلفنج وكل شيء، لكن بعدها شو ساعه ساعتين ثلاثه اربعه خمسه ساعات واحنا بننزل، وقديش كان في عمليات شراء هون اتخيل كثير بعد الاختراق. لكن هذا الشيء اللي بخلينا نرجع نروح على الرسم هذا، نستخدم فيه شموع بسموها شموع متوسط الحركه، وهو مؤشر نوعا ما صيني على ما اظن، الموجود على الاتش على ام تي 4 هو اسمه بالصيني بعرف ايش اسمه حتى، هيكن اشي، لكن هو متواجد دائما انسرت انديكيتورز كاستم بتلاقوه متواجد وين هاي اسمه هيكن اشي. اوكي، شو مهمته هذا الـ هذا الـ هذا المؤشر؟ هو نفس الشموع اليابانيه، لا راحت ولا اجت، نفس الشموع اليابانيه لا راحت ولا اجت، لكن الاختلاف هو ينظر الى متوسط حركه السعر خلال فتره ساعه وساعتين واربع ساعات ثمان ساعات وعلى حسب اللي موجود على الام تي 4. مهمته انه يخفف من، خليني ارجع شوي احط لكم رسم نفسه باص شارت وبعدين نحكي عنه اكثر شوي، ثواني عشان نميز بين الاثنين. خلينا نحط هون مين، احنا ايش نحكي عن يورو. اوكي،
اوكي، هاي اليورو وهي اليورو. مهمته انه يعطينا اشاره هل بالفعل في انعكاس، او هل متوسط حركه السعر ايجابيه، او متوسط السعر او متوسط حركه السعر سلبيه. كيف؟ اذا بتتفرجوا على الشاشه، على الشاشه هون مثلا، الرسم اللي على الشمال اذا بنيجي نتفرج عليه بفتره اطول بشكل بسيط، على مستوى الساعه او غيره، الحركات اللي شفناها هون بناء عن اخبار ما بهم، لكن خلينا نعمل زوم ان شوي بسيط جدا جدا على المستويات اللي احنا فيها هون، وهو الشيء الاهم. عم نشوف هون ارتفاع كثير كبير، وبعدين شفنا انخفاض كثير كبير، لكن هون شو اللي شفنا؟ متوسط الحركه لازال يعتبر ايجابي. شفنا هون نوع من الكسر نحو الاسفل، بعدين رجعنا شفنا طلعنا طلوع كثير كبير، لكن هون شو عطانا؟ متوسط السعر لساته في مرحله ايجابيه، هذه من ناحيه. اوكي، المؤشر من جديد اسمه هايكن اشي، بتلاقوه على الميتا تريدر، اسمه انسرت انديكيتور كاستم، بتلاقيه في كل الميتا تريدر، بتلاقي نفس المحل اللي سال عنه. اوكي، اللي سال عنه تمام، بيعطينا متوسط حركه السعر سواء هي مرتفعه او منخفضه على مدار الساعه او على مدار 4 ساعات، واي حدا بحب ياخذ هاي الاستراتيجيه يعدل عليها، يحط اشياء جديده، يعمل بي ماي جيست دو ات، ما عنديش مشكله. اوكي، بالاضافه لهذا المؤشر عشان نشرح فيه اكثر، موفينج افريج بسيط اكسبوننشال على مستوى بيريد 5 زي ما هو مبين على الشاشه. اكسبوننشال موفينج افريج اكسبوننشال 5 شيفت 3 شيفت 3 و تيبيكال برايس اللي هو هاي لو كلوز تقسيم على 3، هذا هو المؤشر. تمام، راح اخليه هون لحد ما نحكي عن دبليو. فاولا المؤشر الاولاني هو مهمته انه يخفف الضجيج حوالين الاسعار، بمعنى مرات ممكن يعطيك شمعه ايجابيه جدا وبعدين تلاقي السعر بنزل، لكن متوسط السعر بتلاقيه لسه شو؟ عندنا نوع من الايجابيه. نفس الشيء اللي شفناه هون تقريبا، انخفضنا هون، بعدين شفنا شمعه ايجابيه، ممكن خلص اعاده الشراء من هون، لا مش ممكن، لانه لسه المتوسط عندنا، متوسط الحركه لازال سلبي ولازال دون المتوسط. نفس الشيء بالارتفاع، لما شفنا ارتفاعات هون ورجعنا نزلنا، لازلنا فوق متوسطات المتوسط السعري، ما بيخوف كثير. هون راح نشيل هذا شوي وراح نحكي بس عن هذا الرسم. هون شوي بدها تركيز، لانه الاستراتيجيه اللي عم نحكي عنها هي في لها شروط. الاربع شروط بوصلوا على مرحله الكل بكون مع بعض، هون بتصفي مرحله الدخول او الخروج. تمام، خلينا نتفرج بشكل سريع. اولا خلينا نزيد هون شوي، وهنا نرفع كمان شوي. بدايه مع اليورو، خلينا نخليها برضو مع اليورو، خلينا نرجع شوي بالرسم لحد المنطقة الحالية. كنا بنشوف انخفاض 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 انخفاض، بعدين حركة تداول عرضي. هاي المنطقة ما فيش داعي تشتغل فيها ولا بأي شكل من الأشكال، ولا في داعي إنك يعني تغلب حالك وتتفرج عليه. المناطق اللي المفروض تتفرج عليها هي مناطق الحركة اللي بتصير كبيرة، بمعنى عندنا منطقة الارتفاع اللي شفناها هون، ارتفاع 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 لحد ما وصلنا مرحلة صار كل شيء في المؤشر تشبع، صار في تشبع عمليات شراء على ستوكاستيك اللي هو 833 الستوكاستيك العادي، وايضا تي بي اي اندكس اللي هو مؤشر راح نعطيكم اياه من خلال ايكوتي، وايضا بنفس الوقت شفنا ارتفاعات واضحه، لكن ما اعطانا الشروط. الشرط الاول انه نبلش نشوف تداولات دون المتوسط 5،
اللي هو على الأقل كسر ساعة واحدة، كسر يعني إغلاقه، إغلاق دونه، دون المتوسط، أوكي؟ إغلاق دون المتوسط. أول علامة هاي العلامة. الساعة الثانية أيضا يكون فيها ساعتين من التداول دون المتوسط، هذه أول شيء. اثنين، بدنا نشوف مع التداول دون هاي المستوى، بدنا نشوف بقية المؤشرات تكون دون المستوى، نبلش يكون في عنا تقاطع. الشيء المهم هون انه التقاطع تبع المؤشر صار قبل تقاطع المؤشرين اللي تحت، صار قبل ما نشوف اي نوع من الاشارات هون. لكن اللي شفناها الاشارة هون، اللي شفناها اول اشارة سلبية ببلش اتابع، اول اشارة سلبية ببلش اتابع، اول اشارة سلبية اللي هي متوسط السعر اللي شفناه هون. اذا بتشوفها على الكاندل ستيك هي لساتها اخضر، لساتها خضراء، لكن هو على البار تشارت وهو اللي بنستخدمه هي متوسط السعر سلبي. واضحه؟ مجرد ما شفنا بدايه تقاطع هون معناته الارتفاعات قد تكون وصلت الى مرحله الانتهاء، ومنها بلشنا نشوف مره تنتين ثلاثه تداولات عرضيه، وبعدين شفنا الكسر، وبعدين شفنا الكسر الثاني على الساعة الثانية. هنا ببلش أفكر في البيع. على أي معدل؟ تقدر تستخدمها على المعدل اللي بدك إياه، لكنه بستخدمها على المعدلين، الساعة والأربع ساعات. إذا بدك حتى بتجربها على 30 minutes، في فترة من الفترات جربناها على 30 minutes برضو مشيت معنا. فتقدر تجربها على أكثر من شيء. وبرجع أقول اللي حابب ياخدها يعدل عليها يعمل اللي بدك إياه، ما تستناش تسأل. اوكي، هل تستخدم متوسط متحرك خمسة في نعم متوسط خمسة مع شيفت ثلاثة؟ هذا اللي حكينا عنه. وين راح؟ اي نعم، هي بيريد خمسة اللي هو اكسبوننشال، شيفت ثلاثة تيبيكال برايس، هاي لو، هاي كلوز لو، وهاي لو كلوز، وعلى تقسيم ثلاثة. هذا هو المتوسط. راح اعطيكم اياه في اخر الجلسه مرتين، راح ابعث لكم معه تمبلت بالمره تخلصوا منه. اوكي، بلشنا نشوف اشارات سلبيه او عدم ارتفاع في المتوسطات. مجرد ما بلش يعطينا الاشاره هون بدي ابلش اتابع. الشرط الثاني يكون في عندنا تقاطعات بلشت نحو الاسفل في كل من الاثنين، ستوكاستيك و ستوكاستيك و تي دي اي اندكس. تمام، مجرد ما تم عندنا الكسر للساعه الثانيه هون ببلش البيع. تمام، عند الاغلاق بدك تستنى شوي، تعطيه بدك تستنى يرجع يعمل اختبار للخط المتوسط، برضه بيصير. اوكي، الوقف وين بده يكون؟ بشكل طبيعي فوق اعلى قمه شفناها، اللي هي مثلا شفنا عندنا هون 2070 بتزيد 10 نقاط 2080. تمام، التيك بروفيت راح اخليه لك، لكن برضه في شرط ثاني. تيك بروفيت انت بتاخذ، نزلنا بالسعر، كملنا نزول. تمام، وبنفس الوقت مشينا لحد ما وصلنا وين؟ لحد التقاطع اللي احنا شايفينه. اذا نرجع نشوف هذا التقاطع اللي هون ونحط عند التقاطع كمان وين كان التقاطع عند الكل؟ كان اولا بالستوكاستيك وايضا تي دي اي اندكس. التقاطع كان عند اول فتره لما شفنا فيها تداولات عرضيه، مع انه منها رجعنا نزلنا، لكن ما بهم. احنا بناخذ اللي بيقدر ياخذ يا جماعه الخير من السوق 25 ل 30 نقطه باليوم، انا بالنسبه لي مور ذان انف، اكثر من المطلوب بالكامل. اوكي، اكثر من المطلوب. في حدا بقول لك لا انا بدي افوت السوق اطلع منه ب 200 300 نقطه باليوم، برجع لك. اوكي، فنكمل. رجعنا كملنا نزول بنفس الوقت، والتي دي اي بلش يرجع يكمل نزول، لكن صار في عندنا تقاطعات كثير كبيره. لكن طالما الشرط الاول هو انه ما زلنا دون المتوسطات، والمتوسط الحركه كل ماله بالاحمر، ما في عندنا خوف. هون ساعتها بنبلش ننزل من الستوب لا مستوى الدخول، وبنتركها ساعتها في عندك فري ريسك فري تريد تشتغل فيها.
بنفس الوقت على خلينا ناخذ مثلا فرضا على الاسترلين، شيء ثاني توضيح فرضا في بداية تداولات اليوم، تمام، حتى على اخبار او غيرها من الاخبار ما بهم. تداولات اليوم الجنيه الاسترليني كان استمرارية بالارتفاع من يوم امس، وبلشنا مع تقرير الوظائف. اولا اول شمعة او اول شيء قبل اول شمعة، اول شيء وصلت الـ TDI Index وصل لمرحلة تشبع فوق السبعين، اوكي، وبنفس الوقت كان عندنا كان عندنا بنفس الوقت ستوكاستك برضه فوق الثمانين. اذا نفرج التقاطع انت بلش هو تقريبا في اخر فترة الارتفاع الحالي اللي هو تقريبا من 32.60 لحد 33.10، اوكي، هذا اللي عم نحكي عنه الاسترليني، الجنيه الاسترليني درس، اوكي. لكن هون بلشنا نشوف بداية الانخفاض، والشيء الاحلى من هيك انه اذا كان في عندك تي دي اي راح نبعته، راح ابعث لكم التمبلت والمؤشر ل لاكوتي، واكوتي ابعث لكم اياه باي ايميل، وهو اوريدي متواجد اصلا على الانترنت، بتدور عليه اسمه تي دي اي اندكس تريدرز دايناميك اندكس، اوكي، تمام. بلشنا نشوف اول حركه انخفاض، بعدين رجعنا من هون اعاده اختبار بنفس الوقت الثلاثه مع بعض كلهم من هون تقاطعوا في نفس الفترة، ضلينا مكملين نزول، شفنا فترة هون متوسط السعر صار إيجابي، لكن المؤشرات كلها لساتها كانت وين؟ مؤشرات لا زالت نحو الأسفل، وهذا الشيء من المستويات اللي هي تقريبا من هون لنقول عملية البيع بعد الإغلاق من 32.76 لحد 32، حاليا تقريبا 60 ل 70 نقطة حتى الآن. واضحة هاي الفكرة؟ هذه من ناحية على الأقل من ناحية البيع. من ناحية الشراء نفس الشيء، بس هي بالعكس، من ناحية الشراء هي نفس الشيء لكن بالعكس. الشيء كمان اللي بتقدروا تستخدموه بشكل تاني، وطبعا لازم يكون في عنا محاضرة تانية عن هذا الموضوع، عن هاي الموضوع بالذات، إنه مؤشرات أي التقنية أو اللي هو الترند لاين يستخدم حتى في المؤشرات. بمعنى عمليات البيع بالنسبة لي على هذا المؤشر تتم عندما يكون لدينا اختراق جميل جدا لخط اتجاه على المؤشر. شفنا هون بداية تداولات، كان في عندنا الانخفاض وبعدين على الانخفاض مرة ثانية لحد ما شفنا تي دي اي اندكس بلشنا نطلع من هون، اوكي. اذا نيجي بنحط خط من هون، بس انا مش غلطان هو هيك، لا نزيحها شوي، عند الكسر. عند الكسر كان في عندنا بداية ارتفاع من 31.57 لحد ما وصلنا تقريبا 32.80، يعني 100 وشوي، اوكي. لكن متوسط الاسعار كان بلش يعطينا ايجابيا وين قبله، لكن بغض النظر بغض النظر الا انه طالما عند القوانين نفسها بداية، سواء ان كان في عندنا اختراق هون لخط الاتجاه مع نوع من الاساسيات بيلعب دور كتير كبير بحركة السعر، لأنه من جديد اللي بيحرك السوق هو مش التقنيات، اللي بيحرك السوق هو الأساسيات. واضحة؟ رح نبعث التيمبلت، رح نبعث المؤشر كمان على إكوتي، وإكوتي ببعث لكم إياه قريبا. حدا عنده أي أسئلة؟ بعرف إنه الشرح شوي يمكن ومن جديد كل أي استراتيجية بتصير هي بنهاية ممارسة، بدها ممارسة وبدها شو اسمه، بدها ممارسة وبدها تعلم من الخطأ، وأيضا يتم ينعمل لها فاين تيونينج بين الحين والآخر. فاين تيونينج بمعنى تعديلها، تظبيطها أو مش تظبيط، تعديلها إذا ما أنت شفت إنه والله إذا عدلنا أرقام معينة فيها لازم تكون أفضل وما إلى ذلك، أوكي. أعمل مؤشر، أوكي، معلش، آلية عمل مؤشر فائدته، ما هاي اللي بنرجع نقول آلية عمل المؤشر هي عبارة عن معادلة متواجدة، هي حتى المعادلة ما حد، يعني أنا بالنسبة لمعادلته بعرفهاش، أوكي، لكن نعرف إنه هذا المؤشر متواجد كان بفترة طويلة جدا بالأسواق من أيام كتير زمان، وتم تحديثه في آخر فترة بإنه مؤشر أحد المؤشرات التي يستخدم على المدى القصير في كتير من الدول، خصوصا دول أوروبية أكثر من دول آسيا حتى.
لكن الشيء اللي بيعطينا من جديد اذا بتتفرج عليه من جديد هلا مثلا هذا على الين، الين كنا على انخفاضات واضحه، اذا بنيجي نتفرج حتى اذا تاخذ عليه حتى ترند لاين برضه كان بيمشي، او هاي من الترند لاين ناخذ اول هاي الكسر هون، وبنفس الوقت اول فتره ارتفاع شفنا 1 2 القانون الاول انه نرتفع فوق مستويات فوق مستويات المتوسط، وهنا بتبلش عمليات الشراء. 2 كان في عندنا تشبع في 2 اصلا، كان في عندنا تشبع في كل من ستوكاستيك وكان في عندنا تشبع في كل من التي دي اي. صار الاختراق هون وصار الاختراق هون، وبعدين عندنا ايجابيات على كل من الشموع وايضا فوق المتوسط، صار في عندنا نظره ايجابيه. هون الستوب زي ما قلنا تحت ادنى مستوى ب 10 مئات تقريبا، و كمان طلوع من 187 لحد اليوم 110 تقريبا. طبعا هون نرجع نقول برضو ممكن نشوف نوع من التحركات السلبية ممكن يكون، لكن من جديد الستوب اللي لازم يكون اذا بده يكون عندك اي عمليات بيع هون الستوب لازم يكون بسيط جدا. تمام، في سؤال كمان هون لو سمحت، مش عارف احمل ميتا تريدر 4 من على موقع اكوتي، عملت 3 تجارب بس مش عارف احمله. طيب هون you'll have to speak رح يحكي معك الشباب من اكوتي غالبا هلا من اكوتي غالبا بيساعدوك فيها. اوكي، يعني مش من عندي بصراحه الاكونت. ما مدى فائدته في التداول؟ اهميته يعني مثل RSI تقريبا نوعا ما، لكن اهميته في التداول هي سواء لاعطائك اشارات للدخول والخروج بناء على التقاطعات، وايضا سواء ان كان لدينا في تشبع في شراء او تشبع بالبيع بيعطي زي ما انت شفت على الرسم بيعطي الاشارات اللي حكينا عنها حاليا. اوكي، طيب حدا عنده اي اسئله ثانيه؟ مبدئيا هذه تقريبا كل محاضرتنا لليوم. ان شاء الله راح نشوفكم مره ثانيه بمحاضرات ثانيه خلال الاسبوع المقبل. برضه بنرجع نحكي عن هذه الاستراتيجيه مره ثانيه ومن بنحدثها، وبلكي في يوم من الايام ان شاء الله بنعمل ايضا محاضره عن الاستراتيجيات، لكن بشكل حي يعني ممكن نستخدمها في التداول طوال التداول، لكن المشكله انه بدنا فتره طويله. بالنسبة من جديد لمؤشر تي دي اي رح نبعثه لإكوتي، رح نبعث التمبلت معه فببعثه لكم اياه، ولكل اللي كانوا متواجدين رح يتم ارساله عبر إكوتي. اوكي؟ كل اللي كانوا متواجدين بدهم يحصلوا عليه. فرائد معي، عم تسمعني رائد؟ نعم معك نور، اهلا وسهلا بجميع الاخوة المتواجدين معنا في جلسة اليوم. طبعا بالنسبة لمؤشر الـ TDI Index إن شاء الله سيتم إرساله لجميع الأخوة الحاضرين معنا بمحاضرة اليوم، وبالتالي سوف تحصلون عليه من خلال الإيميل مع إرشادات توضيحية حول كيفية إضافته على منصة التداول. يعني بتشكرك أستاذ نور على محاضرة اليوم، وبتشكر الأخوة على تواجدهم في محاضرات إكويتي بشكل عام ومحاضرة اليوم على وجه التحديد. طبعا بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله، إن شاء الله غدا سوف يتم التواصل معك بإرشادك حول كيفية تحميل المنصة. ما بعرف نور إذا في أي إضافة أنت حابب تضيفها. في بس آخر شيء كان فيها أستاذ عمار عم بقول شو أكثر خطأ شيوع عن معروف لدى المتداولين؟ يمكن بتخيل انه الاختراق والكسر، هذه اكثر شيء اللي حكينا عنه في شو اسمه امتى بكون الاختراق وامتى بكون الكسر. هذه واحده من اكثر الاخطاء شيوعا، انه كيف وين مستويات المقاومه وين مستويات الدعم وامتى بيتم الاختراق وامتى بيتم الكسر. فعلى كل الفيديو راح يتم رفعه على إكوتي ايضا على الموقع، فبتقدروا ترجعوا لها من الاول. اخيرا استاذ عماد، التحليل الاساسي يعتمد عليه اكثر؟ الاثنين معا، انا بعتمد على الاثنين مش على شيء واحد. ف
هذه. اوكي، انا مبدئيا مضطرين نسكر لحد هون، لكن من جديد المحاضره راح تكون متواجده على اليوتيوب وعلى موقع اكوتي، بتخيل بكره يمكن رائد على ما اعتقد، وبنشوفكم مره ثانيه بمحاضرات محاضرات جديده. شكرا على الحضور. شكرا لكم، شكرا لجميع الحضور، شكرا لك أستاذ نور. نعم.